الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية ببغداد، وفي حين شهدت استقرارا في أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار الدولار ليوم أمس 148,050 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148,300 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148,100 دينار لكل 100 دولار أمريكي. كشفت شركة نفط البصرة عن مضيها مع شركة أكسون موبيل بالمرحلة الانتقالية بشأن انسحابها من العمل في حقل غرب القرن واحد النفطي والاستحواذ على حصتها. وذكر معاون مدير شركة نفط البصرة حسن محمد إن الشركة لديها رغبة شديدة بشأن الاستحواذ على حصة شركة أكسون وبدعم حكومي ووزارة النفط. وأوضح أن الفائدة من الاستحواذ هي وجود كادر متدرب ومتمكن وقادر على إدارة الحقول النفطية بسهولة، سيما وأن شركة نفط البصرة باتت توازي بقدراتها الشركات العالمية وفق المقاييس العالمية على حد قوله. أوقفت السلطات اللبنانية مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط لحكومة كردستان العراق. وكشف تقرير أعدته شركة ديليوت المتخصصة بالتدقيق عن إيقاف 294 مليون دولار و310 ملايين يورو من عائدات نفط كردستان العراق كانت مودعة ضمن حساب مصرفي في بيروت. ويظهر التقرير أن المبلغ قد تم إيداعه في الربع الأول من عام 2021 من عائدات النفط من حساب مصرفي لبناني، إلا أن البنوك اللبنانية تفرض قيوداً على تحركات العملات الأجنبية في الخارج. وصلت أسعار النفط مكاسبها بفعل تلاشي المخاوف من فيروس أو متحور إيميكرون وأنه لن يؤثر على النمو العالمي، حتى مع تكثيف بعض الحكومات القيود لوقف انتشاره السريع. وارتفعت العقود للآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.91% إلى 73 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود للآجلة لخام برنت بنسبة 0.76% إلى 76 دولارا للبرميل. هذا وتسبب تفشي أوميكرون في انخفاض أسعار برنت بنسبة 16% من 25 من شهر تشرين الثاني إلى الأول من كانون الأول، وقد تم تعويض أكثر من نصف الانخفاض هذا الأسبوع. أظهرت بيانات رسمية مصرية تباطؤ نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.2% خلال شهر تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مقارنة ب 7.3% في شهر تشرين الأول السابق له. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المركز المصري إن التضخم على أساس شهري استقر عند النقطة 118 دون تغيير عن الشهر السابق. وأرجع الجهاز المركزي تباطؤ نمو التضخم إلى زيادة بأسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.3% بأقل من مستويات الشهر السابق، فيما زادت خدمات النقل والمواصلات بنسبة 4.3% والتعليم ب 13.9%. ختام الموجز، إلى اللقاء.